حلوة كويك. الواد ده واثق من نفسه يا جدعان، جامد قوي. بص هيعمل لقطة تاني. ايوه ايوه يلا قول. ايوه خديني. كده ايوه كده يا عم، بقى من الاول بقى، يلا انت من بقى الاول. سو يا جدعان، عاملين ايه معاكم؟ اوصل فيديو جديد. اول حاجه عايزينكم نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه بقى يا زميلي، ان جنب اليمين رش وجنب الشمال سلامه، والنهارده جينا نعمل رده فعل على اجمد لقطات المتابعين يا جدعان. مش عايز اقول لك في المقدمه، بس النهارده انا وسلامه ورش فيس كام على لقطات المتابعين، ولو الفيديو ده وصل 15000 لايك في تحدي الضحكه يا جدعان، وجايب لكم مفاجاه هتعرفوها يا جدعان قدام. فلو انت لايك وعد الاشتراك يا زميلي وكسر الدنيا خلاص يا صاحبي، قربنا على 600000، عايز اتروق على الاشتراك بتاعي. بس قبل ما نبدا يا زميلي، فاكرين منصه هيروز اللي قلت لكم عليها الشهر اللي فات؟ راجعوا بالتقيل. بعمل على منصه هيروز دلوقتي يا زميلي هينزل لك مهمات، انك مثلا تتفرج على كليبات، تعمل كومنت، تعمل لايك، مع كل مهمه يا زميلي انت بتعملها انت بتاخد نقط، بتجيب بيها حاجات على التطبيق زي كيبورد وماوس وسماعه وشدات ببجي ورويال باس. فمستني ايه يا زميلي؟ اعمل المهمات، نزل التطبيق اللي في اول الوصف او في اول كومنت وشوف المهمات واكسب زي ما انت عايز. اصور استنى يا شباب، المفروض في 3 فيس كام في الشاشه؟ ها ايه الطعامة دي؟ انا ايه الطعامة؟ طعامة يا جدعان، في واحد اسمه ريعو، اخويا ريعو، منزل لقطات المتابعين هاشتاج 3 وحاطط كنت مش عارف ليه في الفيديو بصراحة. انت عارف ايه اللي حصل بس قبل ما ندخل على الفيديو؟ عارف اللي حصل؟ في فيديو لقطات المتابعين بتاعي ريعو بطل، بس عمل لقطات مش قد كده، فقلنا له يعمل لقطات طرش. يعني دي لقطات الطرش بتاعته؟ الطرش اللي هو مجهزها لينا. ريع اسطورة يا نهار ابيض، يا نهار اسود، والله يا جامد يا ولا. اوعى بص عمال بطبل يا ريع، اوعى اوعى شكلي يبقى وحش. اوعى لو بيلعب ليفك زي يا جدعان. ايوه بيلعب كل حاجه، بيلعب كل هو ده ريع. لا سريع يا جدعان، سريع ده ماسك سنايبر. لا يا سلام، لا عليك. ايوه هو ده ريع. ايوه بقى مره الفيديو اللي فات مش فيه، انا قلت له حلو جامد. بص بيلعب دبل سنايبر خلاص. ايوه هو ناوي، هو ابتدى التصوير ناوي على يا جدعان. انت بتصلوا بينا على النبي قبل ما نبدا الفيديو؟ هو ريعو ابن خالتكم قريبكم فاهم؟ لا اخويا 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 الصغير، اخونا الصغير. يا نهار اسود، ايه ده؟ فاضي لا 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 لا. استنى بس استنى، فين الطبلة؟ فين الطبلة؟ عندك طبلة؟ عندك طبلة؟ ثانية جاي لك ثانية. هات 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 وتعالى يلا. ريعو 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 على الطلاق، هتجيب لي السيت اب اللي انت بتلعب بيه ده يا اسطى. عندي يا اسطى، يا اسطى عنده 1000 مشترك وعنده سيت اب احسن مني يا اسطى اصلا. يا والله صباح الفل يا ما حبينا ناس واتخزوقنا. شكرا خلاص يا رشا. طب طبلنا احنا على اساس انت كنت بتطبل. بص هو لقطته حلوه يا جدعان، بس لا لا تصدق جامده يا ابني، ده محاكي يا عم. هو حاجه صعبه تعمل لقطات يا عم. السيرفر بتاع ريعه والسيرفر بتاع ريعه زي بتاعنا. اي عبيط هو بتحزق الاثنين. ده اتبند يا باشا، ده في واحد اسمه اتبند. ايوه المنظور العباد سعال ما بتضربش يا جدعان. اي ويا لهوي جامدة. طب يا جدعان صلوا بينا على النبي، العيال اللي قابلهم ريعوا يعتبر ما جابوش فيه طلقة، انما العيال اللي بتقابلني ما بيبصوش طلقة. هو هو هي اللقطة بتبقى كده. مليون لوزز. اقسم بالله مليون لوزز، ده من الاول اللي بيقابله بوت روسز. انا قص. اسلك بقى اسلك انت اسلك. اسلك بص جاب ثلاثة وايزي بص خالص، بس هو والله لعيب بصراحة. والعيال بتدمجوا بس ده. بس اوه 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 كده ما تعملش بلوك. ايوه ده بيلعب مع واحد شبه رش. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار ابيض. ده دول ثلاثة ثلاثة جامد. الواد ده جامد يا جدعان. الواد لعيب، ريعو لعيب. الواد ده عمل فيه الروسس ده برضه. بص الدم، شوف الدم، شوف الدمج. اهو ده سكواد بيلعب كامل، الأربعة بيلعبوا. بص بص الكروسبو كانت فين؟ جنبه يا عيني. بص ده ديفيز ديفيز يا لهوي. والواد ده تاني العيال ناوي على الله. الولا ريو ده، الولا ريو ده لما افتح الكران يجي معايا. لا لا لعيب، عاش عليك يا قلب. بارو جيمنج عبد الرحمن. اسمي عبد الرحمن وعندي 17 سنه بلعب في سايبر، بس ده ما يمنعش اني رش في نفسي. ايوه يعني بوت. ايوه بقى ليه مش ابصله في نفسك يعني؟ قصدك ان انت بوت كده؟ تقييم صفر، تقييم صفر، تقييم صفر. ايوه انا لا يا صاحبي، انت قلت 30 من 10 شغل 30 من 10. بس عايز اشوف بس لعب الولا عامل ازاي. طب يلعب في صيف حاجة حجم الشخص احول تمام. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عارف لعب مين؟ نفس لعب رش فعلا تصدق، بس فرق سكنات. بس لا ده لابس لبسي، ده لابس لبسي معاه، ده راس الاسد. ايوه جامده حلوه. لا تصدق حلوه سما. ايه ده ايه ده
يا ابن العيبة. الفكرة مش كده، الفكرة اللي هو ببرود اعصاب، اللي هو رايح ودب ببرود اعصاب خالص. لا هو ممكن هو ما بيحطش صوته اصلا، فاهم حاجة؟ لا ممكن ما بيحط صوته فعلا. ماشي ده مود الفرعون، الفرعون حلو. اول واحد دمج بيلعب قاتل والله حلو، بيلعب بمزوج شخص احول كتير. بيعمل لقطات بقى، دي ده شغل اللقطات. ثلاثة دول خلي بالك، ثلاثة في الواحد تاني بيفايع عليه، جاب التاني بس عايز يطبل له عشان قال وش. ايوه مش عارف. بس استجابه. لا ده بيلعب والله يا عم، بيلعب والله يا اسطى، ده ما دمجوش. لا اللقطة الأخيرة دي عادية. استنى بص هيعمل ايه. استنى ايوه حلو الكلام حلو. لا هو لعيب بصراحة وسمعته جامدة، بس يعني عايزين السكواد يدمج. والله يا انا مش عارف ليه بقى بجد يا جدعان الحاجات دي بتنرفزنا يا جدعان. انا بقابلهم كلهم ابطال العالم فاهم، ولا بيقعد يقعد في الكفر لو بيروح يمين وشمال وسموك. انت سباك، انت سباك وبتاع يا عم، اقعد يا عم ما تخليش اصيح. بقول لك اللي حصل امبارح واللي حصل، ما تخليش اصيح. انت شاب مش كويس يا رش، انت شاب مش كويس. سيبني بقى، سيبني ما تفكرنيش. ايه ده؟ لا ايه ده؟ لا ابو حميد لابس لبس ابو حميد. لا دي حته، دي حته وش لما وقعت منك ويقول لك فنش يا سلام. ده كده سلامة، ترى لما ما فنش ده سلامة. لا اللقطتين اللي فاتوا دول جامدين، اللقطتين اللي فاتوا جامدين. طب دي جامدة قوي دي. بص يا زميلي ضربت طلقة والواد طلع خدها بري فاير. ايوه ما بري فاير، بس برغم ان الواد بص عطله طلقة برضه. بري فاير حلوة أول لقطة دي، حلوة حلوة والله. بيسرع ما بيقصش، بيسرع حلو ده، حلو ده على فكرة. العيبة ايوه اللقطة بقى ماشي. طيب هو الولد يا جدعان، هو الولد طالع له كده يا جدعان، الحاجات دي بجد غريبة قوي. الولد طالع له عادي كده بهدلني، لازم اهيل مليون مرة عشان اعمل وايب على الأربعة. بس حسب برضه تقييمه، حسب سيرفر. ده سيرفر، سيرفر مصريين ده ولا ايه؟ لا سيرفر محاجي بس دايموند فاهم. ممكن مش نفس السيرفر اللي انتوا بتنزلونا فيه ده. ايه ده نزل في السيرفر ده والله ابن اللذينة. سكوب لو كانت جت هداية يا زميلي. كانت تبقى لقطة، لقطة هيعمل لقطة اهو يا عم، ولا تزعل نفسك. شوت باراشوت ايوه ما زلتش. ايه فاير، ايه فاير وكلها هدات. طب والله في مواهب يا جدعان في السايبر. والله بس المشكلة بتوع السايبر دول دي تخاف منهم. لا ده طبيعي باينة قوي يعني. هو طبيعي. انا بتكلم عامة ده طبيعي كده. الله اعلم بس طيب. اوخ خلاص سلاح حلوه لو كنت كويك. الواد ده واثق من نفسه يا جدعان جامد قوي. بص هيعمل لقطه تاني. ايوه كده يا عم بقى من الاول بقى. يلا بقى من الاول. بص جايله بمكنه ده. لما تحط يا عم جامد ده في الاول يا عم. انا مش عارف ترتيب اللقطات عنده غلط، بس هو عشان مش يوتيوبر برضه مش فاهم. ايوه ما مش يوتيوبر صاحبي، بس هو لسه هتلاقيه مثلا اتعلم المونتاج اصلا. ما جاي يعني 11 حلو. هو ده حلو، هو ده حلو برضه بصراحه. يا مش الواد ده جامد يا جدعان. جامد جايه جايه ومن خرم ابره شغل البسيات ده. ايه الضيق يا جدعان، الولد ده جامد. سكوب هداية؟ اللهم صل على النبي. لا اللقطتين اللي فاتوا عاديين بصراحة. ايه يا بابا اللي عاديين يا بابا؟ ايوه ارجع. انت ارجع مجنون إيه؟ ولا ايه يا واحد حبيبي؟ واحد بيمشي اداله هيد شوت. ودي دي هيد شوت عادية؟ اهي اهي دي دي عادية. دي عادية؟ لا اللي فاتت عادية ودي دي اتكلم على دي. دي صعبة يا سلامة، دي صعبة، دي صعبة. والله نص. دي يا صاحبي عايز اقول لك ان دي صعبة فشخ. ايوه ماشي بقول لك نص. لا سكوب كمان يا سلامة، من غير سكوب، من غير سكوب. يا سلامة بجد صعبة قوي يا سلامة، الولد لعيب يا سلامة. هو يا ابني انتوا ليه محسسين ان انا بقول مش لعيب؟ ده انا قلت اللقطتين دول بس اللي وحشين. لا العاديين انا شايفهم عاديين. يا عم قول له حاجه يا عم. يا عم المحلل، يا محلل فيفا، يا محلل فيفا شغل يابا، خلينا نخلص يابا. محلل فيفا بيحلل ام اللقطه بيبصها. ايه يا عم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. بلاي بابجي يا عم. عايش عليك يا زلمه. ولا اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، زبارو جيمنج لعيب وكل حاجه، بس اللقطتين عاديين واقل من العاديين. انا شايفهم عاديين فشخ. هو ده بي سي المفروض يعمل افسخ من كده. انت
تعال بس نلغي الصوت عشان الراجل ده فاهم ايه محطه معلش اشتغل كده الاغنيه دي معلش كوبي رايت شغل ايه ده استنى بس يا غالي استنى غالي بس يا غالي بس اغنيه فيها كوبي رايت بس لا ما فيهاش كوبي رايت ما فيهاش كوبي رايت دي ما فيهاش كوبي رايت اصل اروس انت شايف اللي بيحصل طبعا انا شايف شايف ما هو شوف انا عايز ما هو ده ايه ده ايفل صح اه ايفل ده ايفل اه ايوه كده ده ايفل اللي عملنا عليه قبل كده امصله ايوه ايفل انت بتعمل حاجات غريبه قوي ايفل ما شفتش الفيديو بتاعي بقى ما عملش اي حاجه من الحاجات دي والله اه والله هو ايه ثواني بس صاحبي الولد ده ثواني بس الولد ده صاحبي معايا تابعوا كده معايا الفيديو كمان اهو هنا في ضرب واحد ضرب بسلاح مشكوك فيه بس هو لعيب ان هو يبقى مشكوك فيه فلو هو كلين فهو لعيب طبعا بس الولا يعني ماشي اما اللقطات ايش معنى اللقطات اللي بعتها لي وحشه صح اي بس عايز اقول حاجه بس خايف والله ما بحبش اظلم حد بس يعني بيبقى لا في فرق لما يبقى في فرق انا قلتها في الفيديو بتاعي انا بس قلت الواد لعيبه جدا بصراحه لما يبقى في فرق لا في المستوى دي حاجه تشكك تشكك قوي اه اي اي ايوه تخيل بقى الفيديو اللي بعته لي كان اقل من كده كمان بس لا كان عادي كان مستوى طبيعي فشخ لا جامده يا عم اللقطات ايه اللي عاديه يا اسطى دي جامده فشخ ده بص ما بيمسش هيتش خالص لعب دبل سنايبر ما بيمستش كله هيد وكوكات جامده فشخ هدي نسكوب حلوه سريعه يا جدعان ولا والله لعيب قوي يا جدعان اه لعيب لا لعيب ده مين يعني لعيب نسكوب برضو هيد شوت ما بيمسش الهيد هو ايه يا زميلي اضرب بادي بالغلط بالغلط بره هو ضرب بادي بالغلط اهو فين هيد اهي هيد برضو انا عايز انزل يا اسطى واجيب يا الله يا لهوي ودم واني اتش دي شوت ازاي ما نشوف خلوني ساكت احسن بص عايز ساكت بس عادي مش خلوني ساكت احسن بجد انا عايز اعرف فرق المستوى اه يا جدعان الواد عسليه الواد عسليه انا كلمته الواد عسل وبيحبنا فشخ على عيني وعلى راسي يا عم وكل حاجه ولا عايز اقول حاجه لايفل ذات نفسه بس عشان ما يتضايقش ولا حاجه من الفيديو لو انت كلين واحنا شاكين فيك دي حاجه تبسطك يعني المفروض ما تتضايقش بالظبط كده فاهم يعني لو انت كلين فانت المفروض تبقى مبسوط فشخ طب بص يا عم ايفي انا هجيبها معاك واقعيه عدوي اعطيك وقف كده يا همس ثواني بقى عشان نقول الكلمتين بقى عشان ننجز بقى في الحوار ده هايبر ابو سمعك دي بقى على السكه وعلى الدغري ويلا اللي عايز يحرك لي يحرك لي ثواني بس دلوقتي يا عم همس هو عمل الجزء الاول كان لقطته جامده اه حلو تاني جزء لقطاته ما كان يعني كان عند سلامه ما فيش لقطات خالص يعني مش زي الاول خالص يمكن انا كسل كان صفر صفر يا عم صفر دلوقتي عمل جزء احسن من الاول والثاني وبيلعب بكذا اكونت تعليل يا عم ايفل انا ماشي يابا تعليل يابا تعليل اه تعليل كويشن مارك تعليل كويشن مارك طب بص يا عم ديفيد تعال لنا ديسكورد يا زميلي ونشوف القصه دي مع بعضينا عسليه هو عسليه بصراحه حبيبي عم ايفل والله بعزك كل ده يعني حتى لما اتهمته في الفيديو بتاعي قعد يقول لي انا بحبكم وعاه والكلام ده لا عادي والله يا بجد اصل سلامه بص اليومين دول يا سلامه الكوب ب 100 جنيه صباح الفل صباح الفل هو لعيب هات لنا اتنين هات لنا ثلاثه هات لنا اتنين اي حد هيحوش مصروف اسبوع هيجيب كود فاهم قصدي فهي اللعبه كلها مشكوك فيها الا بقى لعيبه ثلاثه زي انا يعني الحمد لله زي يا ابو بيستول في روكاني بوتا جيني كولا شوت ام باك ديمو كان بيستر